جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل ويقول: إذا كان الوالد لا يؤدي الصلاة والصيام، هل تجب طاعته في كل أمر؟ لا يطاع إلا بالمعروف، قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: إنما الطاعة بالمعروف. ولكن يجب عليكم أن تنصحوا أباكم وأن تلزموه بالصلاة والمحافظة عليها وأن تخوفوه بالله وتذكروه بالموت والنار والعقوبات العاجلة والآجلة لمن ترك الصلاة، لعل الله أن يهديه. نعم.